ومشاهدينا الكرام، من أمام كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالوراق معنا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك معنا رامي، الأجواء لديك بالتفصيل من فضلك. أهلا بك وبكل متابعينا من أمام كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، حيث الترتيبات والتجهيزات الأمنية هنا لاستقبال الجثامين القادمة من مستشفيات الإمبابة العام والعجوزة. هذه الجثامين التي وقعت ضحايا اليوم في حادث حريق كنيسة مرقريوس أبي سيفين بمنطقة المنيرة، بقسم المنيرة ومنطقة مطار إمبابة. هذا الحادث الذي يعني أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وأيضا من وفيات ومصابين، تم التوجه إلى مستشفيات إمبابة العام والعجوزة. ويمكن كما ذكرت وزارة الصحة في عدد من البيانات أن أعداد الضحايا من هذا الحادث 55 ضحية ما بين إصابات وحالات وفاة. ونحن الآن نقف وسط هذه التجهيزات الأمنية لاستقبال الجثامين للصلاة عليهم هنا بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، وأيضا هناك عدد من الكنائس الأخرى بهذه المنطقة، منطقة الوراق كنيسة السيدة العذراء تستقبل أيضا عدد من جثامين الوفيات القادمة من مستشفيات إمبابة العام والعجوزة. أيضا كنا في متابعة منذ الصباح بمنطقة كنيسة مرقريوس أبي سيفين التي وقع بها هذا الحادث الحريق، وأيضا رأينا تواجد كثيف لرجال الأمن وأيضا قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الموقع، وأدى أيضا هذا الحادث إلى إصابة ضابطين وأيضا ثلاثة من المجندين التابعين لقوات الحماية المدنية. أيضا نحن نتحدث عن دفع وزارة الصحة بأكثر من 30 سيارة إسعاف لأيضا الوجود في هذا الموقع وأيضا إنقاذ المصابين. تحدثنا أيضا عن قيام محافظة القاهرة والجيزة برفع استعدادات القصوى الخاصة بمستشفيات الجيزة والقاهرة، تحديدا إمبابة العام وأيضا العجوزة، لاستقبال المصابين والضحايا من هذا الحادث. ومن خلال حديثي اليوم مع عدد من شهود العيان وأيضا الجيران والسكان المحيطين بمنطقة الكنيسة، تحدثوا أن هذه الحادثة والحريق وقع في الصباح ما بين 8:30 والتاسعة بحسب أقوالهم، وأنهم على الفور تحركوا إلى وجود هذه الكنيسة لإنقاذ الضحايا. وأيضا تحدثوا عن الماس الكهربائي الذي وقع نتيجة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بهذه المنطقة، ثم العودة مرة أخرى وهناك مولد أيضا بالكنيسة. نعم. أدى ذلك مع عودة التيار الكهربائي إلى وجود حالة أضافر للتعامل مع هذا الحادث من الوراق. رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.